يا مساء الفل. طول عمرنا بنسمع عن جرائم كتيرة جدا للتزوير، واللي في أغلب الأحيان بيكون ضحيتها أشخاص كل ذنبهم في الموضوع إن هم لا حرصوا ولا خونوا من طرف قريب منهم أو من الطرف الآخر اللي يعرفوا كويس. على كل حال تعالوا نشوف حكايتنا النهاردة ونرجع نكمل حلقتنا. اتفضلوا.